عاصفة غلاء عالمية من جهة، فصقيع شتاء من جهة أخرى يشعل الشارع التركي الرافض لارتفاع أسعار الكهرباء والسلع الغذائية الأساسية. بسبب الارتفاع الأخير في فواتير الكهرباء تدهورت ظروفنا المعيشية بشكل أكبر، لذا جئنا إلى هنا لنعبر عن غضبنا. يأتي ذلك في وقت تعاني به تركيا أزمة اقتصادية داخلية وتضخما ماليا منذ عقدين، فمن ارتفاع قيمة الليرة مقابل الدولار إلى غلاء الطاقة بنسبة تجاوزت حاجز 50% منذ بداية العام، غلاء لم يقابله ارتفاع في رواتب الموظفين والمتقاعدين. لقد زادت فواتير الكهرباء الخاصة بثلاثة أو أربعة أضعاف. أنا متقاعد ومعاشي التقاعدي لا يخولني من دفع الفواتير. كل ما نريده هو أن نعيش بكرامة. ما سبب هذا الارتفاع غير الطبيعي؟ لماذا لا تحاول الحكومة التحقيق في هذا الشأن؟ احتجاجات ومظاهرات لاقت تأييداً ودعماً من قبل أحزاب المعارضة، بينما تعهد الحزب الحاكم العدالة والتنمية بحل الأزمة الحالية عبر تشغيل المنشأة النووية واستخراج الغاز من البحر الأسود، خطط من شأنها أن تحتوي لهيب الشارع وأن توفر أسعار الطاقة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.